الله يعطيكم العافية جميعا. اليوم يا جماعة بدنا نستكمل اللي ظل علينا من هذا الشابتر، لأنه زي ما بتعرفوا أنه شابتر الكيميكال إيكوليبريم تسلسلنا فيه حتى وصلنا للشغلات اللي إحنا بتهمنا، وهذا طبعا بلشنا فيه بهذا الشابتر اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا الشرح كامل ومشينا فيه حتى بالأخير. اليوم إن شاء الله رب العالمين بدي أشرح اللي هو التشيتيلي برينسيبل. خليني أكبر الشاشة ونشوف. طيب زي ما حكيت لكم إحنا زمان بلشنا بالشابتر، بس دعمل مراجعة سريعة كيف نحسب الكي بي وكيف نحسب الكي سي والعلاقه بين الكي بي والكي سي او الكي بي والكي. وبعدين اخذنا الهوموجينيوس ايكوليبريا والهيتروجينيوس ايكوليبريا وتعلمنا كيف. وديروا بالكم بدكم تعرفوا انه احنا دائما اللي هو بنعتمد على الجازز السوليد ما له دخل، لان الكونسنتريشن للليكويد والسوليد دائما كونستنت. وبعدين اخذنا اذا الكي كانت لارجر ذان 1 لوين التفاعل بيمشي، واذا اخذنا سمولر ذان 1 لوين التفاعل بيمشي. وبعدين اخذنا اللي هو الرياكشن كوتنت اللي الكيو اللي بحسبه دائما زي الكي هي، لكن عند الانيشال كونسنتريشن. فاذا كان الكي اللي هي تركيز المواد المتفاعله الناتجه الابتدائيه على تركيز المواد المتفاعله الابتدائيه تساوي الكي اللي هي تركيز المواد الناتجة عند الاتزان على تركيز المواد المتفاعلة عند الاتزان. إذا كانت كيو تساوي كي فبكون في عند الحالة اتزان ونو شيفت، وإذا كانت الكيو أكبر من الكي بيمشي التفاعل للليفت، وإذا كانت كيو أقل من كي التفاعل بيمشي للرايت. وبعدين أخذنا أمثلة، وبعدين هاي كمان أمثلة أخذناها كثير. واليوم بدنا نأخذ التشيتيلي برينسيبل. التشيتيلي برينسيبل اطلع شو بدي أحكي. If a change is imposed on a system at equilibrium, the position of the equilibrium will shift in a direction that tend to reduce that change. شو بقول لك؟ إذا حدث عندنا تغير في الاتزان الكيميائي بالنظام، فالتفاعل بروح بالاتجاه اللي بده يقلل هذا إيش التغير، بالاتجاه اللي بده يغير هذا التغير. مشان تتضح الصوره لك اكثر برجع بعيد. اذا حدث تغير في الاتزان، فموقع الاتزان والشفت يعني بروح بالاتجاه اللي بيعمل يقلل هالتغير. شو معناته اللي بتحكي لنا يا دكتور طارق؟ الان التغيرات اللي بتتحدث ممكن تصير تغير على التركيز، ممكن يكون تغير على التمبرتشر، هاي التمبرتشر وممكن البرشر والتمبرتشر كمان. تمام، نرجع لوين؟ على الكونسنتريشن التركيز. ذا سيستم ويل شيفت اواي، انه النظام بروح بعيدا فروم ذا ادد كومبوننت. يعني وين انت بتضيف؟ مش بتصير تضيف انت مثلا صرت تضيف على المواد المتفاعله، الاكوليبريم بصير يروح على المواد الناتجه. بده ايش؟ بده يخفف من هالضغط اللي بصير على المواد المتفاعلة، وبده يروح بايش؟ باتجاه المواد الناتجة. هيو والشيفت اواي فروم ادد كومبوننت اف ا كومبوننت از ريموفد ذا اوبوزيت افكت اوكير. لكن طيب اذا صرنا مش نحط احنا على المواد المتفاعلة، صرنا ننزع من المواد ايش؟ المتفاعلة. لما صرت تنزع انت من المواد المتفاعلة الاتزان بده يروح لعنده مشان يعبيه يرجع. يعني اذا انت ضفت، يعني انت الان بوضع اتزان، طلع لي انت بوضع اتزان الان، حط ايدك الثنتين قبال بعض بوضع اتزان، صار شيء ايدك اليمين صار شيء يزيد على يزيد 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 يزيد، فانت شو بدك تصير؟ ترجع التفاعل صار يزيد على المواد المتفاعله. لما صار يروح على المواد المتفاعله لما صار يروح على المواد المتفاعله يزيد المواد المتفاعله، بده يخلص من هالزياده بروح وين؟ باتجاه المواد الناتجه. لو نزعنا من المواد المتفاعله بده يصير يروح منين؟
من المواد الناتجه يروح يعبي على المواد المتفاعله مشان يصير اتزان. اطلع على التفاعل مشان تتضح الصوره لك بشكل اكبر. عندك AS4O6 زائد 6 كربون بيعطينا AS4 زائد 6O وضع اتزان. Predict the direction the equilibrium condition in response to the following. Addition of CO صرنا نضيف وين؟ CO صرنا نضيف 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 بده خفف هالضغط عليه مشان يرجع باتزان يصير التفاعل لوين يمشي؟ يمشي باتجاه اللفت وهيو لفت. Addition or removal of carbon or high ضاف هاي او ضاف هاي شو حاط لك؟ No effect. ليش no effect؟ شو هون اللي عندك الحالة؟ Solid. شو عندك هاي الحالة هون؟ شو عندك هاي الحالة هون؟ Solid. شو عندك هاي الحالة؟ Solid. ضفت زدت شلت ما بيأثر لأنه Solid احنا قلنا اللي بتأثر الغازات. فأول واحد ضفنا هون هينا ضفنا هون تفاعل مشى هيك. ضفنا هون ولا شلنا من هون مش راح يأثر. Removal of OS من هاي شايف اللي صرنا نشيل منها، صرنا نشيل منها مشان نرجع نعبي محلها صار التفاعل يمشي عليها، فصار التفاعل هيو shift to right. فهذا إشي بسهولة. لازم تكون أول شيء في الحالة الغازية شلنا من هاي، شلنا من هاي بيمشي بيجي لعنده، ضفنا عليها بيطلع من عنده لهون، ضف شلنا من هاي بيجي عليها، ضفنا عليها بصير يمشي إيش بالاتجاه العكسي. وصل يا جماعة؟ طيب. وبالتالي لما باجي بتطلع انا هون ناخذ السهم معناته اذا انا صرت اضيف فون ها ضفت هيك صرت اضيف بضيف بضيف قاعد بضيف مع اجباري التفاعل هيها اول واحده اجباري التفاعل بده يروح بهذا الاتجاه يخلص بصير يروح بروح بهذا الاتجاه مشان يخفف الضغط. طيب هاي شايفينها نزعنا منها نزعنا منها معناته بدي ارجع اعبي مشان يرجع يصير اتزان، بيجي التفاعل بيمشي بهذا الاتجاه. طب هون زدنا او قللنا؟ زدنا او قللنا مش راح ايش عندي؟ مش رايح عندي ايش؟ يتغير. نكمل. طيب الان نيجي على البرشر. وين بدنا نيجي؟ على البرشر، البرشر له دخل بايش؟ له دخل بالغازات. ضغطنا كثير شو بصير؟ شلنا من الضغط شو بده يصير بالتفاعل؟ The system will shift away from the added gaseous component. ها بده يعني انت نفس التراكيز انت زدت الضغط بده يروح ايش بالاتجاه البعيد الاتجاه العكسي خففت الضغط بده يجي عليه. If a component هيو away from the added gaseous component if a component is removed صرنا نشيل الضغط منه وين بده يصير يجي؟ بده يصير يجي لعنده ايش؟ لعنده مشان يعبي الاتزان هيو just like concentration في نفس التراكيز هيو. طبعا اذا كان عندك انت انرت غاز غازات النبيله شو الغازات النبيله؟ ارجون نيون هيليوم كريبتون زينون هذول كلهن ولا بياثرن على الاتزان هيو. Addition of inert gas does not affect the equilibrium position ضفت غاز نبيل ما بياثر لا على اليمين ولا على الشمال. طيب increasing the volume shift the equilibrium toward the side with more mole of gas زيادة الحجم الاتزان الكيميائي بيمشي بالاتجاه اللي وين عنده عدد مولات أكثر من الغازات عدد مولات أكثر من الغازات انتبه لي هون. عندك كون أنتو غاز 3H2 غاز أعطانا بوضع الاتزان 2NH3 غاز if volume goes up إذا الحجم إيش ازداد الحجم ازداد شو بقول لك هو لوين بروح لللفت؟ ليش؟ لانه ليش راح على اللفت؟ طيب شو عرفني يا دكتور؟ وين الحجم زاد هون ولا الحجم هون زاد؟ بشكل عام اذا الحجوم زادت بروح للي عنده اكثر عدد مولات، قديش عندي عدد مولات هون؟ اثنين، هون ثلاثة، وهون كمان واحد، ثلاثة زائد واحد هون أربعة، لكن هون عندي اثنين صح؟ وبالتالي التفاعل بيمشي بهذا الاتجاه لللفت للي عنده أكثر عدد مولات، هيو. وذ أربعة مولكيول هذول أربعة if volume goes down هاي اول شيء خلصنا منها. طيب هون معناته shift to left with 4 مولكيول راح بهذا الاتجاه. if ال volume goes down نزل ال volume ال volume نزل لوين بده يروح؟ بده يروح على اقل عدد مولات معناته زياده الحجم على اكثر عدد مولات ونقصان الحجم على اقل عدد مولات سواء كان ليفت ولا رايت بناء هون ليش حكى رايت بناء على المعادله
اللي عندي هي هاي المعادله اللي شايفينها، هي شايفينها هاي المعادله اللي احنا بنحكي عنها، لانه هون عدد المولات اكثر هون اقل، زدنا الحجم مشى هيك، قللنا الحجم مشى بالاتجاه الثاني. طيب نيجي على الدرجات الحراره، زياده درجه الحراره، نقصان درجه الحراره بيعتمد على شو؟ التفاعل كان اكسوثيرميك ولا التفاعل كان اندوثيرميك؟ اندوثيرميك ماصل الحراره، يعني الحراره جاي موجوده عند المواد المتفاعله، وقيمتها دائما الاندوثيرميك دلتا اتش بتكون موجبه. الاكسوثيرميك اللي هو طارد، يعني الطاقه وين دائما بتكون او الحراره؟ بتكون عند المواد الناتجه. اطلع على التفاعل. عندك N2 زائد 3 H2 اعطاني 2 H3 ومعطيني قيمه الدلتا اتش ناقص 92. شو يعني ناقص 92؟ يعني التفاعل اكسوثيرميك، يعني هون الحراره، هي هون كانه هون زائد 92. بينت عرفت الان هي ناقص 92، يعني موجوده بالمواد الناتجه. شو بقول لك؟ اف انرجي از ادد، صرت اضيف حراره انرجي طاقه هون او حراره طاقه، صرت اضيف طاقه مشان اخلص من هالزياده. وين التفاعل بروح؟ بروح باتجاه اللفت مشان اخفف. شيفت تو ليفت اند كي ويل ديكريز الاكوليبريم. ليش؟ لما بصير يمشي بهذا الاتجاه قيمته ثابته، الالتزام بتقل لان المواد تراكيز المواد الناتجه اصلا قلت، وبالتالي الكي بتقل. طيب هذا متى بكون؟ بكون في عند وضع عند التفاعل لما بكون اكسوثيرميك. شو يعني اكسوثيرميك؟ يعني الحرارة أو الطاقة موجودة بالمواد الناتجة. نيجي على التفاعل التالي، كالسيوم كربونيت أعطاني كالسيوم أوكسيد زائد CO2. انتبه أول شيء، سوليد غاز، دلتا اتش زائد 556، معناته هون بدها تيجي، هي زائد 556. شو بقول لك؟ اف انرجي از اد، صرنا نضيف هون، معناته التفاعل لوين بده يمشي؟ بده يمشي بهذا الاتجاه. لما يمشي بهذا الاتجاه يعني تراكيز المواد الناتجه بتزيد، يعني قيمه الكي شو مالها؟ قيمه الكي رايحه تزيد. نهايه او ارجيك هذا التفاعل، عندك التفاعل N2O4 اعطانا 2NO2 دلتا اتش 58 موجبه اندو، يعني هون ال 58 كانه، يعني هون كانه 58. اطلع اول شو اديشن اوف N2O4، زدنا من هاي التفاعل لوين بده يمشي؟ بده يمشي بهذا الاتجاه. Addition of NO2 معناته بده يمشي بالعكس. Removal of N2O4 شلنا منه، بده عبيه، معناته لعنده على اللفت. Removal of NO2 خففنا من هذا، معناته بده يرجع عبي. Removal على الرايت، هيو رايت. Addition of Helium، Helium noble gas، inert gas، no change، none. Decrease container volume، قديش عدد المولات تون؟ اثنين. قديش عدد المولات؟ واحد. قللنا الفوليوم بروح على الاقل عدد مولات، معناته بده يروح لوين؟ على اللفت. انكريز كونتينر فوليوم معناته انكريز بده يروح على اكثر عدد مولات، رايت. انكريز تمبرتشر، التمبرتشر وين كانت؟ تون، زدناها لهون، معناته التفاعل بده يروح على الرايت، هيو رايت. اند كي انكريز. ديكريز تمبرتشر، التمبرتشر هون ديكريز صرنا نشيل منها، بده عبي راح بالاتجاه هون، لما اروح قلت هون قلت هاي، معناته الكي شو مالها؟ الكي ديكريز. هذا يا جماعه هون كل ما يخص الاكوليبريم كونستنت. المحاضره القادمه باذن الله يا جماعه راح ندخل بشابتر جديد اللي هو بحكي عن الاسيد بيس بإذن الله رب العالمين. بس تخلص محاضرتنا الآن أنا وياكو برفع لكم إياها على المنصة وبنرجع نستأنف مشان يظل علينا اللي هو آخر تشابتر. ماشي يا جماعة، الله يعطيكم العافية، ولنا لقاء إن شاء الله رب العالمين المحاضرة القادمة، مشان أي أسئلة أي شيء بدنا نسأله فأنا جاهز بإذن الله.